طيب احنا هنروح بقى اصلا اصحاب الامراض الاخرى بقى، اللي هي اللي عنده القلب وعنده أكيد. مشاكل في انا الضغط. حبيت ابدا بمرض السكر لانه مرض السكر اشهر حاجه وليه قاعده كبيره جدا ولازم نبقى عارفين مشاكله. طيب نتكلم على مريض الضغط العالي. برضو مريض الضغط العالي ممكن الصيام يفيده بشكل كبير، وممكن الصيام كمان ينظم الضغط بشكل كبير، لكن ليه شروط. ايه هي الشروط؟ اجي بعد الفطار ما اكلش وجبات فيها صوديوم او ملح كتير، لازم اقلل من استخدام الصوديوم. والناس لازم تبقى فاهمه ان الصوديوم ده مش معناها ان انا امسك الملاحه واعمل كده فانا هقلل من ده، ابدا. المواد الحافظه دي كلها طبعا صوديوم، المشروبات الغازيه، المشروبات اللي هي العصاير بقى اللي هي المحفوظه، لازم اخلي بالي كويس قوي من قصه شرب الميه، لان انا محتاجه دايما انه يبقى شرب الميه مظبوط، وده هيساعد انه الضغط برده يبقى مظبوط. ازود الحاجات اللي فيها بوتاسيوم خصوصا قبل على السحور، يعني ممكن اخد موزه مثلا على السحور، ممكن اخد مشمش مجفف، الحاجات دي هتساعدني على عدم الاحساس بالعطش، وكمان هتساعد على انه اظبط المعادن اللي موجوده في جسمي بصوره مظبوطه. يبقى اذا انا مريض الضغط هستشير الطبيب بتاعي، ولو قال اوكي اصوم لازم اخلي بالي انه الاكل بتاعي ما يبقاش فيه املاح كتير، اخلي بالي كمان من السكريات عشان الكوليسترول الضار والشرايين، اخلي بالي كمان من ضغطي اثناء نهار رمضان عشان ما يحصلش تذبذب فيه، ولو حصل برضو تذبذب فيه يبقى لازم اقطع الصيام واكمل واشوف بقى انا هكمل الايام التانية ازاي. طب اصحاب الضغط الواطي؟ اصحاب الضغط الواطي مهم جدا ان هم يظبطوا مواعيد الاكل بتاعتهم على الفطار. يعني انا النهارده هاخد وجبه، الضغط الواطي ده بسبب ايه؟ ده اول حاجه لازم ابقى فاهمه انا باخد. خلينا نقول في ناس عندها انيميا، في ناس ده طبيعتهم يعني. ما هو انا عندي انيميا يبقى انا بستمر على العلاج بتاعي مظبوط، باخد وجبه الفطار، باخد سناك في النص او اتنين سناك، باخر السحور على قد ما اقدر. دول بالنسبه لهم الصوديوم عادي؟ ما الصوديوم ممكن يكون على فكرة الصوديوم بتاعهم برضو مش مظبوط، وممكن يكون واطي أو ممكن يكون نورمال، فأنا مش محتاج، ممكن ما يكونش الموضوع موضوع صوديوم أو بوتاسيوم هو أو معادن، هو ممكن يكون موضوع سبب في الجسم هو اللي متسبب في الضغط الواطي، أو ممكن يكون طبيعة الجسم. خلي بالك إن الجسم بيعمل ريسات، يعني أنا الضغط بتاعي الطبيعي مثلا 110 إلى 70، تسمع الكلام ده، هو فعلا هو الجسم بيعمل ريساتنج على النورمال بتاعه، فممكن اما يجي يوطى عن كده احس بيه، لكن لما يجي يعلى ال 120 80 ان هو النورمال يحس ان هو تعبان او يحس ان هو مسطح. طيب بعض الناس بيكون عندهم مشاكل في العامل رقم 5 في الدم المتسبب عن تكوين الجلطات، ودول بيحتاجوا ان هم بالاضافه ان هم ياخدوا ادويه للسيوله يشربوا ميه باستمرار. طبعا مهم جدا. احنا الفكره كلها لازم الترتيب الكويس، انا ممكن اشرب ميه كويس ما بين الفطار والسحور، ده يعني هاخد الميه اللي انا محتاجاها حسب بقى الوزن الجسمي، لو قلنا مثلا وزن الجسم 70 انا محتاجه 10 كوبايات ميه فهوزعهم ما بين الفطار والسحور، وغلط جدا ان انا اشرب كميه ميه كبيره على السحور والاقي نفسي بدخل الحمام طول اليوم، ده غلط. لا، لازم الميه تتوزع على مدار يعني اليوم. دول يقدروا يصوموا؟ لو عمل اللي حضرتك بتقولي عليه ده اللي هو من الفطار للسحور بيشربوا ميه مقسمين ونقلل برضو الحاجات اللي فيها صوديوم ونزود الحاجات اللي هي فيها بوتاسيوم. لكن طبعا برضو حسب الطبيب المعالج، لكن احنا بندي ارشادات عامه كل حاله بالظبط خاصه اكتر ازاي هو يقدر يصوم ويصوم بطريقه صحيه وما فيهاش مشاكل.